الله يسعدك ابو الميد خدمون والعباس على خدمتكم. ها والحسين زوين هاي مفلوسك ميدو؟ اي أيوة والله من والله يا بزوين عليك يا تك شنو السالفه؟ هاي انطى البلوبك ها زوين بالعباس شنو زوين طلنا مجال خلنا ناكل احنا ملتزمين احنا ملتزمين انا ادري ترى كل احنا ملتزمين ملتزم مودي قريب على سيدك ولا علي خلي الدجاج هنا ها؟ والحسين خل الدجاج فوضى البارحة سويت ثلاث فوضى اليوم سويت دجاج فوضى. هي صاير سبورتي. 100 طلع لي 20 دجاج في العالم. صباح صباح من جيبك ما في غير فكر بالغازات. ها؟ هذا عاود طلب. نهاية الدجاجة شو سووا بيها؟ شنو خالي؟ منين اجي؟ ولا قلت منين اجي انت ما تقول لي؟ ها؟ مال واحد يسوي وياه كم دايت. ولا عباس بعد ما حاطين اخلصوها شلون اربعة عدل 12 اجيب الكم هذا ولا عباس ب 12 اجيبه ولا خلص انت منين جيتنا خالي خلص قلت تحكي يا انت مسوي دايت انت مسوي دايت قل لنا لازم عقب وين لازم ايش انت ما ادري عباس ايش اللي بلش حطينا طماطم حطينا طماطم قال خالي احب الطماطم الدجاج يا خال احب البيت غابه نعل عليهم هلا كلش ما شاء الله ليش صرت ابن خالتي؟ ابن سنين يا اخوي ابو ايش عارفين من صعد الدجاجه وشرب يا طلبت الدجاجه بعد ما قال بسم الله طق الجور طق الصدر طق الطقه والله بس جناح ولك يا جناح ما لا بس الجناح وينك ولا غير قادر عليها ابطال ميدو علاوي زوين باقر ولك الله يساعدها انت نشوف لمه اجيب دجاجه واحده نشوف لمه ندز لي ايش عد هذا ابن سنيه جاي ها؟ امن امن ابن سنيه امن جاي ما يروح ماشي جيب دجاجه ناكلها انا تجيب لي قلت 10 نفرات ولكن تميد انت بعد اكلت نص انا جيب الطول زين نجي اي سووه خاصه يلا ب 12 اجيب الكم دجاجه قال اروح لا والعباس سماجي يلا ما اروح تراد لك طلي مو دجاجه لا خاله روح روح لهلك روح عمي الله وراك طريق وراك طريق جايسه زوين ايش كبرك ايش قدك؟ اشيل شيل التمر شيل التمر رجع رجع اوفا يا شيل اوفا رجع التمر رجع اقول لك رجع امشي رجع زوين زوين رجع ايش بيك عمي؟ بيك عم تبرع بيه والله ناس تبرع ايش بيك؟ يا نوير طرد ابوك طرد وعلي الله يلا خال يلا يلا اطلع برا يلا كمل حسبوهم خمسه يلا اطلع برا طبع شوي تقدر حسين التمن كله هسه اجل خالته تعطيني اياه بس روح اعطيك واحد يلا روح شي اطلع برا وين خاطرك تطق يلا يلا بنستني وين ها هذا راح ابن خالتك ابن سنيه راح زوين يا اخي ياكل هواي هذا كل الدجاجه كله انت من التيم بالسياره لك زوين هذا ميدو هم ياكل هواي طلع من التيم طلع ولك هناك قاعد وين اطلع على السايق هذا لازق بالسياره لازق اقول لك يا اخي طلع من التيم ولك على السايق يا زوين تم تاكل هواي على كيفك شوي ويا الدجاجه زوين زوين نصعد فوق فوق زوين نصعد فوق لو بالسياره ناكل اخوي فوق هناك ثلاث نفرات اي لا 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 عايش سيدك ها اخوي راح باك ايش اسوي؟ ايه؟ اروح نايم بالغرفه عافيه ها بندق الباب علي طرمزل يقول خطه بي خطه بي يلا اخوي راح اجيب الدجاجه واجي زوين انا ملتزم للصدر بس طبقنا مو بالدجاج راح اجيب لهم دجاجه واجي بس والله لو موجود ابن سنيه ولا انزلها لهم ميدو ذبح ذبح جيبه ذبح ذبح 25 يلا يستاهلون 20 هاي من باقر زوين باقر بسكوت مثل ما قال لك اي بسكوت بسكوت خطه البي ابو الميد خابرت زوين ها؟ يلا ها زوين شش ما حد يدري ما حد ما ها ما حد موجود امشي 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 بسكتة بسكتة جاي الباعون على اللعبة بسكتة بسكتة لا حد يحكي لحد
صوت ماكو زوين صوت. ها؟ عليوة 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 عليك يا فك بنا مجال خل نجيب صينية لنا مجال لا صيح حق إلا منا عالم لحد لا يسمعون على كيف على كيف يلا جيب صينية جيب صينية هاي ذبح والله هاي ب 13 ألف زوين بالقرآن نسويها ب 15 لك شو نسوي هسه شوية تكبر يا اخي عليك يا ابني انت بتعشب بدينا ميدو عليك تعال اليو بالساعة ما كليت عليو تعال تعال مو ناكله وعلي بساعة ناكله احنا ترى نعجبك على الهواء ترى عيب كنت مهدي الدايت وكل خالي شو يصمون عباس يصمون عباس يا بعد عباس يبي يصمونه زوين عليك زوين شنو سلوسي عليك كيفك هذا اللي هو الحسيه لا تعملي حاجتنا يلا عوافع الشغله سريه شباب سريه اي لا تعلي صوت يا اخي الثاني صح نان شلون عيب لا بس اكل كل يلا حبايب يا اخي عندك جلد لو بينقحها بمصاص اكثر سؤال جاي يجيني سجاد موكبكم ليش هاي السنه ماكو حبايب هاي السنه الموكب الشارع اللي كنا مسوين عليه الموكب الحسينيه شالوا المواكب على هذا الشارع كلهم كلهم شالوا يعني احنا موكبنا وموكب هيئه لواء زينب موكب قريب الظهور يعني هواي مواكب كانت بهذا الشارع شالوها الدوله لين تجاوز وراح يصير مشروع جزره شالوا المواكب فموكبنا الخاص مال بيت الشك هاي السنه ما موجود بس نبقى ويا اصدقائنا ومواكبنا اللي موجوده بغير مكان نوزع ونطبخ لان هذا واجب علينا ومتعودين عليه من طفولتنا لحد ما كبرنا لهذا يومك. جوعان كريم تعال تعال هاي الثلاجه متروسه وش تريد تسوي بيها سوي. ياكل هوايه والله. ها؟ ياكل هوايه كل ما افتحها كل ما افتحها بس يدوي تقول صيدلي. يا اخي شنو هذا موز هذا موز لا مو موز. هذا مو هاي طماطه هاي طماطه هاي طماطه قل طماطه هذا اسود اسود بو اسود هذا المعجون جبته على مود الاندومي لا ظل اندومي هذا شيء بس على الخضره يا طليان صدق يا يسوونه يلا اسوي كمان اسوي شو تسوي سوينا مخلمه طماطه ثلاجه فارغه شو تسوي صدق هاي طماطه خل نروح نسوق حجي ندبلها لهم نترسها؟ يلا وعلي فلوس معي وعلي سجاد سجاد يلا وعلي سجاد قبل ما حرم عليك سجاد فريت همبرجر وبعد سمبوس شنو اللي سوى قبل؟ فلوس منين انا ما اطلع سجاد سجاد يدفع هذا ما شنو الحد؟ شنو اكل؟ عم البيت بدونكم؟ اي يعني حال الضرب حالك لا 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 بس خل نبين المتابعين مو كل شيء نحكي اما من نجت من الحج لحد الان ببيت حيدر هناك تستقبل اي صحيح يعني لو موجوده شو تتوقع تخليها هيك؟ لا والله ما تخليها احنا ولع وعليه جينا نسوق نلبس تا لا خابرته ما يعزل شغلها شغلها شافالنا شغلها عم زلمه عم الله علي يلا اخوي حمله السلام عليكم وين ولا واحد فاضل حبيبي السلام عليكم شلونك؟ انتانينا ها حبيبي طبعا عدم ودكم والله معزز اي والله معزز عاد روح فد وراه فاضل كريم حواس زين اخوي تعرفه شلون معروف اخوي ثلاجتنا فارغه وعلي وجينا نسوق هم زين لحقنا حجي باكر تريد ترجع للبيت ثلاجه فارغه اخوي كريم كريم قوم المسواق هلا اخوي شلون الاثنين راح يسوقون؟ كنا جالب ها اي يلا خذونا شوف صادق بيض اجبان لحوم هاي سوالف هذا اللي شوفون هذا اللي هاي سمبوسه صدور دجاج هذا كله صادق هاي الامور كلها اخذوها يلا حملونا هاي شنو هذا هذا دجاج هذا وين فابو ها سجودي دجاج هذا هذا دجاج هذا ريان فريشي ذبح يومي هذا بس عندي سجاد ذبح هذا فاضل انا ثقه والله انت لا ذبح يومي في دوار واحد وكاله جديده تعال اخويا هذا اخويا هذا دجاج اخذونا من يمه بس ما شاء الله مكبرينه فاضل الله يرزقكم الله يسلمك ليش المره جينا مو هيك كبران المكان الله يوفقكم ويرزقكم
اي تفتر بيها صار يلا كمان ولك خلينا يلا بيض خلينا وهاي الامور كريم كريم والله ايش قناص قناص شلون يسوق واضح ها شنو النزاكه عمي شنو الجمعه بدور احلى اخوي يا جماعتنا متابعينا يردون لهم عروض خصموا لهم بالاسعار سجادي لك شنو اي والله العظيم لك انا جيتك فدور اسوي عروض بهذا اللحم كله هذا اللحم مثلا اليوم هذا اللحم بيش كيلو عندي ب8.5 ب8 مسؤوليه عجل اي انا لك انا اسوي عرض من باكر ب6000 دينار بيش هو كان 8.5 كان ب8.5 هسه ب6 خوش حاجه عندي رقبه هذا لحم شنو هذا رقبه لحم غنم هذه لحم غنم اهم شيء 9.5 10 باكر جيت 8.5 صار ابي عرض طيح لنا النص خليها ب8 صح تدور عليك عندك هم انا حب الظهر هذا لحم عجل طبعا لحم جاموس بعد تدير بالك بالاسعار كل ما ارد اوصي كان الظهر سجاد هاي الناس تحبه طبعا اوكي بيش هذا هذه كيلو ما تبغى 8.5 بس الجيتك هاي ب7.5 متباشر والله فكني هذا لحم الظهر هذا بيش هذا كان هذا ب8.5 اي اي تمام اي لك هذه باكر في عرض سجاد الشيء تدور عليك هاي مشكورين تدور احلى شو هذا شو تريد شو تريد ها فنجر وكنتاكي فنجر وكنتاكي اخذ لي اخذ له خذ له فنجر شنو هذا طبقه كبير هذا كرتون بيض مو طبق اي هو كرتون يفيد لا لا هواي هواي يفيدني شنو ما تقول لي كان وزع رايح زوين نريد منظفات يقول اريد منظفات للبيت خذهن وين مكان كل شيء متوفر بيه واسعار يعني شكلكم ها تشي ستايل اخذ دبه كبيره كل شيء موجود هذا المكان منظفات اجبان لحوم هذا مال حمامات شنو تردون موجود ها كله بانواعه واسعار خياليه اندومي خلينا ناخذ لنا كرتون اندومي ها كريم من جاي وينه وينه شم الاندومي هذا هذا الاندومي هذا شم ريحه الاندومي خلنا ناخذ لنا كرتون كريم كاف اندومي خذ لك كرتون بس اثنين ها بعد بس اثنين خذ لك بس اثنين خذ لك بس اثنين بعد روح اخوي بدو اروح لك حياك ها حج اخذت انت اخذت انت صادق ياخذ العائلته قلنا ما الملاعب ما نفع قلنا للبيت ناخذ ما اخذ شوف ما اخذ جهاله باعوا هذا ليدي حجي ليدي شوف جيب المثلث المثلث الاصفر وين الاجبان خلنا نصور الاجبان هاي الاجبان حبايبي هاي الاجبان كلها عليها عروض شكو شيء يعجبكم عليه عرض بالاجبان بالبستان الاخضر هسه كتب لكم العنوان تمام راح اسوي لكم عروض تخبل واسعار كلش مناسبه هاي الاجبان كلها عليها عروض جينا هسه للاسماك البحريه اطيب شيء السمك شوفوا هذا كله اسماك وكلهن بيهن عروض زبيدي قطان شنو تردون انواع السمك كله بيه عروض هخلي لكم الحساب والعنوان وتعالوا سوقوا كل شيء بيه عروض هنا كريم عبالك ضايع على شيء شلون يدور هاي بهارات كريم شنو ما عندنا بهارات شنو ما عندنا بهارات ها خذت هسه خذت كاري اخذ كل شيء نقصنا اخذه اي يلا هذا هيا اخذهن هذا هذا يلا اخذهن يا جابهن هذا قيصر ليش ما تقول بابا يلا هاي اخذتوا لبيتكم هذا يلا بالعافيه الشاخر يموت على الحار دقوس يلا هسه هاي شراتنا ها انا مسواقني شوف شوف حتى هاي ماخذه كريم حتى نور ماخذه كريم عافيه كريم عافيه انت خوش تسوق والله بعد كل ما اجي اجيبه يا نازوكي يلا صابون اخذت صابون ما اخذت خذ لنا صابون هاي شتيدك واخر العصير ولك ولك مثل توك شلون ضحك التوك شلون تضحك شلون ضحك التوك يلا
يلا يلا خل نروح يلا حاسب.